بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة جنوتوكس العربية. اليوم وفي تطبيق جديد من تطبيقات أندرويد الحرة، سنتعرف على تطبيق لتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة باليوتيوب وكذا تحميلها ومجموعة من المميزات الأخرى لنتابع معا. أولا نفتح متجر أندرويد، ثم نأتي إلى خانة البحث ونكتب سكاي هو البرنامج سكاي تيوب السامبل اند فيوتشر ريتش يوتيوب بلاير. انا ثبته من قبل، نطلع على مميزات هذا البرنامج. كما تشاهدون برنامج يحميك من تتبع اليوتيوب لك وتتبع المقاطع التي تشاهدها. كذا يمكن تحديد بلاك ليستين وايت ليستين، يعني القائمة السوداء أو القائمة البيضاء، وتحديد اللغة فلتر، أي ترشيح اللغات. مثلا تحدد أن مقاطع الفيديو تكون فقط بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة تشاء، ويمكن تحديد أكثر من لغة. كما يمكن أيضا مشاهدة التعليقات و وضع فيديوهات في المفضلة لديك. هنا نأتي إلى لينك برنامج واليسنس مرخص تحت رخصة جنو العمومية النسخة الثالثة. الكود المصدري للبرنامج متاح، أيضا الموقع الرسمي بيرميشن، أي الأذونات أو الصلاحيات البرنامج هي لن تجدها في برامج مماثلة على البلاي ستور. ستجد مثلا صلاحيات أكثر مما يحتاجها البرنامج. هنا فقط يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت وكذا الاطلاع أو صلاحية تخزين، والتي تكون بسبب أن البرنامج يحمل المقاطع إن أردت ذلك. فيرجن أو النسخ أو الإطارات، آخر إطار هو يوم 20 من شهر 8 2018. أنا أثبت البرنامج كما قلت مسبقا، نضغط على رام. هذا هو البرنامج Most Popular Featured Feed و Bookmark وكذا داونلود. هذه مثل المقاطع، أنا حددت اللغة مثلا إلى performance او لا performance، واضغط على others youtube default tab most popular، يعني اختار الاعلى مشاهدة او غيرها. default tab يعني الصفحة الرسمية التي تأتي بعد فتح البرنامج. اخترت انا most popular بالنسبة للغة فيديو بلوكر. نأتي الى language، انا فقط حددت اللغة العربية وايضا الإنجليزية وأضيف أيضا الفرنسية. أوكي. Channel Filter Mode، أختار Channel Black Listing وهو يقوم بفلترة المواضيع التي لا تلائم المشاهد. لتحميل أي مقطع مثلا نشغل هذا المقطع. يتم تشغيل الفيديوهات في سرعة جيدة. نشاهدون يمكن إضافة التحكم في إنارة الشاشة من خلال
هذا الجانب كما تشاهدون فوق على جانب آخر صوت تحكم في إفراط زيادة الوقت بهذا الشكل. نضغط على بلاي كما تشاهدون يتم زيادة أو تسريع الوقت بهذا الشكل. لتحميل نضغط على هذه الأيقونة ثم داونلود أو يمكن بلوك شانل. هذه القناة يتم حظرها نهائيا. بوك مارك يعني تضع هذا الفيديو في المفضلة. كوبي يو ال نسخ العنوان المقطع وشير فيها يعني المشاركة. open with يمكن ان تفتحه بمتصفحات او برامج اخرى. هذه كل المميزات يوفرها البرنامج بسيط وجميل ايضا وسريع. اتمنى ان يكون قد نال اعجابكم وتشاركون بارائكم بتطبيقات تستخدمونها طبعا ان تكون حرة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.